وبصحبه الكرام. نتمنى على الجميع الوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح أبنائنا الذي قضوا البادية الأردنية. واسمحوا لي كأحد مواطني البادية العزيزة علينا جميعا أن أذكر بأن البادية الأردنية والتي تشكل حوالي 85% من مساحة المملكة الأردنية الهاشمية والتي تمثل عمقا تاريخيا واستراتيجيا للوطن، وهي امتداد لسبعة محافظات أردنية يقطنها ما يزيد على 700,000 مواطن، وتكتنز كم هائل من الموارد البشرية والطبيعية. ولقناعتنا بأن مجتمع البادية يسعى للتغيير الإيجابي ولا يعيش في عزلة عن باقي المجتمعات، إلا أن هذه الشريحة لا زالت تعاني من التهميش وعدم المشاركة في صنع القرار والتخطيط الأمر الذي أدى إلى إخفاق كافة محاولات التنمية الحقيقية والشاملة. ومع تمسكنا بقيم المواطنة والانتماء في ثقافة مجتمع البادية بخصوصيته والذي هو جزء من الوطن الكبير، فلا بد من ذكر الحقائق التالية. لم يعد التعاطف أولا، لم يعد التعاطف مع البادية وسيلة للتخفيف من آفة الفقر وما يترتب على ذلك من تفشي مظاهر جانبية كردة فعل لذلك مثل آفة المخدرات والانحراف خاصة لدى الشباب. اثنين، تشهد منطقة البادية استلابا واضحا لثرواتها وأراضيها من خلال الاستغلال الأبشع للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية كالمياه والمعادن والصخور. إن العنصر البشري هو وسيلة وهدف التنمية، ولذلك لا بد من الاستثمار في هذا الجانب، ولا بد من تمكين المجتمعات قانونيا أولا ومعرفيا ثانيا، ومشاركة المجتمعات الريفية في صنع القرار وتسخير التقدم التكنولوجي، وذلك بالتركيز على خلق بيئة تعليمية متميزة يتم الاستثمار بها من قبل الدولة لتأهيل أبناء البادية وخاصة المتميزين وإتاحة الفرص لهم لإتمام دراساتهم العليا حتى يصبحوا رواد التنمية والتغيير للأفضل في كافة مناحي الحياة. وفي مجال المعرفة، وهنا يحضرني وليسمح لي سعادة الدكتور طلال قول الشاعر اللبناني جبران خليل جبران: أما أنا، وهو يقول: فأقول كلمة إن الحياة ظلمة حقا إلا حيث يكون الحافز، وكل حافز أعمى إلا إذا اقترن بالمعرفة، وكل معرفة هباء إلا إذا تحولت عملا. وحيث أننا نعيش في فضاء عالمي ضيق وقد أصبح العالم قرية صغيرة تطورت من مجرد أداة أو آلة إلى مفهوم أوسع بكثير يشمل أيضا المعرفة والعمليات والأنشطة، وعلى الرغم من أن الكلمة لا تزال تثير في الذهن مفهوم الأدوات والآلات، إلا أن التكنولوجيا هي أساس الحياة اليومية وتمس معظم جوانب الحياة من استخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات على مدى العقدين الماضيين. وقد لفت نظري قبل يومين أن مجموعة الـ20 في أوروبا تعهدت بإيصال خدمة الإنترنت إلى كافة أرجاء المعمورة، فأين نحن من ذلك؟ نتساءل كيف يتم تحرير الطاقات الخلاقة لمواطن البادية ولشباب البادية، والتي يلزم تفعيلها القضاء على آفة الفقر وإيجاد بيئة أكثر استقرارا وأمانا. وبما أننا نعيش لحظة تشكل حدا فاصلا ما بين ماض بهمومه وتجاربه غير الناجح ومستقبل واعد بفرصه وتحدياته، فأننا بحاجة إلى منظور تنموي شامل لأخذ بالحسبان الجوامع المشتركة قائما على المعرفة المفيدة، ولا بد من الوقوف على نقاط الضعف في مناطق البادية وتسخير المجال المعرفي. وهنا لابد من الإشارة إلى جهود الدولة الأردنية ممثلة بسيدي صاحب الجلالة الذي لم تغب عن مخيلته البادية وسكانها وعنصرها البشري في مجال المعرفة، وكانت بداية محطات المعرفة من بلدة الصفاوي
عام 2029/9/2000 بهدف تجسير الفجوة الرقمية ما بين مجتمع البادية والعالم. وقد انتشرت محطات المعرفة ونالت سمعة طيبة وبغطاء حكومي رسمي وجهات خاصة وكادر وظيفي مدفوع الأجر ومدرب، إلا أن هناك نوع نقاط ضعف منها تقادم ونقص أجهزة الحاسوب في بعض المحطات ونقص في القوة البشرية وعدم توزيع المحطات على المناطق بالتساوي، بل ارتبط وجودها بموقع البلدية إضافة إلى عدم وجود جودة في التدريب وهجرة الكفاءة المدربة. والسؤال الذي يعلق في الذهن هو كيف يتم تعميم التقنيات الحديثة، لا سيما تلك المتعلقة بمجالي المعلومات والاتصالات، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص. وهنا أقتبس من تقرير الأهداف التنموية الألفية في البلدان العربية نحو عام 2015 للأنجازات والتطلعات. وهنا أتذكر يا سيدي مثال نقوم بتدريسه في الجامعات الأردنية، وهو عنصر النيتروجين. اسمحوا لي في هذا اللي. عنصر النيتروجين يشكل 78% من مجموع الغازات في الجو، إلا أنه عنصر نادر في التربة، ونحن أحوج ما نكون لهذا العنصر في الزراعة، ويتم تثبيته بتقنيات حديثة جدا. كيف نستخلص المعرفة من فضائنا؟ كيف نسخرها ونوظفها لغايات التنمية؟ وهنا لابد من إطلاق مشروع ريادي على المستوى الوطني من خلال إنشاء موسوعة رقمية للبادية الأردنية. وأسمحوا لي بناء على ما تقدم، فإن اللجنة، وأنا أتكلم باسم اللجنة والتي تحوي كفاءات من أبناء البادية الجنوبية والشمالية والوسطى، فإن اللجنة ستقوم بعملها التطوعي من منطلق وطني وأخلاقي اتجاه تحقيق التنمية في البادية الأردنية. وحيث أن شعار ملتقى طلال أبو غزال المعرفي نحو مجتمع أردني معرفي يهدف لتحقيق ناتج قومي 200 مليار دولار في عام 2040، وحيث أن رسالة الملتقى أي ملتقى طلال أبو غزالة هي إعداد مقترحات لصانعي القرار حول كافة السياسات الاقتصادية التي تحول الأردن ليصبح مجتمعا معرفيا رقميا. ومع عدم وضوح رؤية التنمية البادية حتى الآن، فإننا نتطلع من خلالكم وبجهود اللجنة والأفكار القيمة التي سنسمعها في هذا الحوار اليوم إن شاء الله، نتطلع من خلال عملنا إلى وضع خطة تنموية للبادية تتضمن عدة محاور، وهي ستكون محاور النقاش: التعليم وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة، المياه والبيئة، والمكتبة الرقمية، كمرتكزات تنطلق منها اللجنة لوضع تصور تنموي شامل للبادية يبدأ بتحديد المشاكل وإبراز آفاق الفرص والحلول. ونتمنى من خلال ملتقى طلال أبو غزالة ومؤسسات الدولة أن نصل إلى نتيجة: تمكين سكان البادية الأردنية من خلال توفير التدريب والتعليم وتفعيل دور المؤسسات التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة بهدف توفير متطلبات التعليم من أجل التنمية المستدامة واستقطاب الخبرات في مختلف المجالات لبناء قاعدة معرفية، توظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان محور التنمية وتعزيز إنتاجيته في منطقته، منح أبناء البادية الفرصة في تحقيق طموحاتهم من خلال توفير الحياة الكريمة والانتفاع من الموارد المحلية، المحافظة على البيئة الإنسانية بالإضافة للبيئة الطبيعية. عاش الوطن وعاشت الراية الهاشمية خفاقة، وأطال الله في عمر سيدي صاحب الجلالة الهاشمية، واعتذر عن الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسمحوا لي بإقطاع المايكروفون لعطوفة محافظ المفرق الدكتور أحمد. هذا تفضل يا سيدي. آخر شباب، صباح الخير للجميع، أحييكم بتحية السلام، تحية الإسلام، تحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن أزيد على ما تفضل به المتحدث، لكن من الأمانة والخلق الرفيع بأن نعرف من هو ضيفنا
الشباب يجب أن يعرفوا من هو طلال أبو غزالة مع احترامي لللقب. سآتي على جزء يسير إذا سمح للضيف وقد قرأت عنه الكثير. سآتي على جزء يسير مما قرأت عنه. ضيفنا اتصف ومنذ طفولته بأنه كان متحديا لظروف الحياة الصعبة وقساوتها، متسلحا بالعلم والمعرفة، مراهنا بذلك على حصانة الرابح فيكبر ليحقق انتصارا تاريخيا يشهده العالم، ليصبح من أهم مشاهير ورجالات المال والأعمال على الساحة الدولية، محققا حلم الطفولة لتأسيس شركة عربية عالمية عملاقة تحيط العالم بفروعها في زمن قياسي وقصير، ساركا ومخترعا حدود الأحلام لتصبح حقيقة ساطعة، فغدا علامة يحتل مناصبا رفيعة ويمثل العالم العربي أمام الهيئات والمنظمات الدولية والعالمية، وبصفته الأممية الأخرى كرئيس للجنة الدولية المعنية كان وما زال يؤكد وبوطنية صادقة مطلقة بأنه سيسعى من خلال هذا المنصب إلى دعم وتطوير وتحقيق التنمية المستدامة. ولقد أكد ضيفنا الدكتور أبو غزالة ومن خلال ملتقى طلال أبو غزالة المعرفي بأن هذا الملتقى سيعمل على دراسة ومعالجة كل موضوع ومقترح بأسلوب علمي معرفي من خلال فرق عمل من الخبراء والمختصين والمهتمين والمعنيين بمسارات التعليم المعرفي، ومن بيننا من هؤلاء الخبراء، مع التركيز على التعليم الرقمي ونشره للراغبين في الحصول عليه. ومثال ذلك نشر تجربة تعليم اللاجئين في مخيم الزعتري بمنحة أوروبية بريطانية ليحصلوا على شهادات جامعية أونلاين من أفضل جامعات العالم وهم في مكانهم. في إطار هذا الفكر المتوقد الذهن يساهم في أن يكون الأردن دولة لا تحتاج إلى مساعدات ولا يوجد فيها فقر، حيث إن العامل المعرفي يستطيع أن يعمل أي عمل دون الحاجة إلى التوظيف لأنه منتج ذاتيا، مؤكدا بذلك بأن الدراسات المحلية والإقليمية والدولية تؤكد بأن الحلول العملية لمواجهة التحديات الوطنية هي من خلال هذا التحول، وبدونه سيبقى الأردن يدرس ويعالج مشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها بطرق آنية ولكن دون جدوى على المدى المتوسط والبعيد. لذا فإننا في محافظة المفرق عامة وفي البادية الشمالية خاصة نأمل من ضيفنا الكريم صاحب الفكر النير بأن نحظى بدعم وتطوير البادية وجعلها صرحا علميا يهدف إلى تحسين نوعية الحياة وتحقيق التنمية المستدامة لسكانها في إطار الاستغلال الأمثل للموارد البشرية وإدارة الموارد الطبيعية في البادية بالوجه الأمثل أيضا، نظرا لما تتمتع به من أهمية في أبعادها المعرفية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية، حيث يمكننا القول أنه بذلك تكمن للبادية أهمية كبيرة بالنسبة للأردن من حيث البعد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والبيئي، باعتبارها منطقة واعدة
في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي ربط اقتصاديات البادية خاصة واقتصاديات محافظة المفرق عامة بالاقتصاد الوطني ربطا متينا. نتحدث على مايكرو على ماكرو. قبل أن أختم أود القول بأن صعوبة جمع المعلومات أو العوامل المؤثرة في سلوكيات المعرفة وجمعها في نموذج واحد، لأن طريقة استيعاب عقل الإنسان للمعلومات وتخزينها وتفاعلها مع بعضها لتنتج في بعض الأحيان فكرة جديدة أو ابتكارا، لا زال الأمر في ذلك قاصرا. ولكن كل ذلك ما زالت تفسيرات مبنية على سلوكيات يمكن رصدها، قد تترجم هذه السلوكيات إلى المعرفة المؤثرة فيها، ومنها احترام الجهود الابتكارية للشباب والمهتمين وخلق فرص عمل للمشاركة في المشاريع، وأساس ذلك الثقة المتبادلة والتوثق دائما من مصادر المعلومات والتواصل مع الأشخاص الذين لديهم معرفة يمكن استخدامها ومساعدة الآخرين في تعلم شيء جديد. وفي هذا يقين بأن الاستثمار في المجتمع المعرفي حقيقي، وأسوق مثالا على ذلك كنت قد أتيت به قبل قليل. أغنى المؤسسات هي جوجل، وأغنى من رجال هو شخص أوكراني. جوجل بدي أعرف الشباب أنه يعمل قرصون في مطعم، الآن جنى مليارات من الدولارات بشيء معرفي ذهني. وشخص آخر أوكراني هو اللي أوجد الواتساب، كل الموجودين الآن مشتغل على الواتساب، أصبح من أثرياء العالم بفكر معرفي لا وظيفي. هذا كله يساعد في أن جعل التعليم الأردني والاستثمار فيه يحول المجتمع الأردني إلى دولة معرفية، وهذه فرصة لنا بأن نستثمر الطاقات البشرية والموارد البشرية، المورد الذي نراهن فيه كل دول العالم، المورد البشري الأردني نراهن على هذا المورد بأن يمكن استغلاله وتطويع الابتكارات المتجددة من عقول أبناؤنا وشبابنا لخدمة اقتصادنا وخدمة دولتنا. وبالتالي يمكن خدمة وتطويع هذه الفائدة على المستوى المحلي الجزئي، ومن ثم على المستوى الوطني. لا أريد أن أطيل، وسأترك الحديث لضيفنا الكريم بالتبادل مع الحضور. نقول دعونا من الكلام واسلكوا طريق العمل، استثمروا هذه العقول النيرة بالوجه الآخر، بالوجه الإيجابي الذي يخدمك كشخص ويخدم الأسرة ويخدم الحارة ويخدم الحي ويخدم المدينة ويخدم المحافظة، وبالتالي يخدم الدولة. المحافظة المفرق البادية جزء من محافظة المفرق، محافظة المفرق جزء هام من الجسم الأردني. شبابنا يعني كما يقولون أصحابين عقول نيرة، أصحاب عقول وذهون متوقدة، نستطيع أن نستثمر هذه العقول في الاقتصاد المعرفي وفي المعرفة، وبالتالي ندفع بالدولة الأردنية في تحسين اقتصادياتها والخلاص من تبعيات المدنية والمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها خزينة الدولة. دعوانا إلى 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 صاحب الفكر النير، دعوانا إلى صاحب البصيرة، مولانا صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني الذي أولى الشباب، وقد سبقنا بذلك كثير من عقود من الزمن، وهو يتحدث في الدولة المعرفية ويدعو الشباب إلى التسلح بالعلم والمعرفة،
وقد اصطحب معه في أكثر من زيارة خارج الأردن من الشباب، وتم الاطلاع على كثير من المرافق وعلى كثير من المشاريع التي تدعو وتحث الشباب بالاستثمار في هذه الاستثمار وتطويع هذه الأفكار نحو خدمة الدولة الأردنية. بارك الله فيكم جميعا، ودعوانا من خلالكم إلى مولانا صاحب الجلالة بأن يطيل بعمره وأن يسدد على طريق الخير سداه. حمى الله الأردن وحمى الله الوطن وحمى الله قيادته وحمى الله شعبه الوفي الذي يقابل حب قائده حبا بحب ووفاء بوفاء. ومرحبا مرة أخرى، أرحب بضيفنا الكريم باسمك وباسم أبناء البادية خاصة وباسم أبناء المحافظة عامة. شكرا عطوبة رائد الحفل الدكتور أحمد الزاوي على هذه الكلمات والتوجيهات لأبنائنا. وفي الحديث عن المعرفة والاقتصاد المعرفي بحضور رمزية وشخصية طلال أبو غزالة الذي تجاوز حدود الوطن بفكره وعلمه إلى الفضاء الإقليمي والفضاء العالمي، هو بالنسبة لي نوعا من الطالب الابتدائي في الجامعة. فيا سيدي الميكروفون بعد، ولا يبدو أن الدكتور مالك مصرف لواء البلاد الشمالية يتكلم، إذا تكرمت. أنا لن أطيل، لكن من واجب الغربة والاغتراب، لأنني شاركت بقراءة دفاتر الغربة مع سعادة العين طلال أبو غزالي، من الواجب أني أرحب به في هذا المكان الطيب والحضور الأفضل. عطوفة محافظ المفرق الدكتور أحمد سمارة الزعبي، سعادة العين طلال أبو غزالي الأكرم، أيها الحضور الكريم، سأتكلم بطريقة نخبوية، أعطي للضيف حقه، هذا الضيف الكريم، هذا الرجل النبيل الذي سأتكلم عنه ببعض من الكليمات، سأوجز وسأختصر لأن عطوفة المحافظ أعطى وصفا شاملا ومكتملا عن هذه الشخصية التي نعتز ونفتخر بها. في هذا اليوم الطيب من أيام الوطن الجميل، نغذ الخطى وتحط الرحال، وقد خفق القلب واستكان في حب الوطن وشحذ الهمم وسحابة فكر الإنسان، ويمثله بأحد رجالاته الأفذاذ سعادة العين طلال أبو غزالة، الذي ملك مفاتيح قلبه وفكره وحبه إلى الوطن والإخلاص للقيادة الهاشمية، ليقول للحاضرين في هذا المكان الطيب: قلبي قنديل، قلبي قنديلي المتقد بالأمل والمشع بالإبداع والطموح. فيملك سعادة العين طلال أبو غزالة السيادة بذاته والشعور بالسعادة لغيره، والباحث عن مدللته صناعة المعرفة ليجعل من ذرات حبر ترابها الناظر إلى المستقبل تبرا إن عرفوا عناصر تربة المعرفة. إن أبا غزالة مزج بين زمنين، فالأول يحمل خدران ماض جميل وتحدي للذات وحلم للنهوض، والآخر زمن الانطلاق وامتلاك شذرات قوة الأسطورة والوجود. أيها الطائر الفينيقي الفلسطيني الأردني المالك لجناحين، جناح يطل على فلسطين والقدس الأسيرة، وجناح
يهب على الأردن بنسمات عليلة هاشمية، وأختصر بأبيات قد خططتها وضعتها، وأنا اليوم أقول في حق هذا الرجل الجليل النبيل: نراك على شرفة الحلم شمسا، تمد الشعاع إلينا اشتياقا، نتوق إليك بقلب محب، وعزمك كالسيف يزهم انتشاقا. يا طلال يا ابن يافا ويا ابن الأردن، اسمك قد زانها فكر وعلم وروح وإبداع في الفلك سباقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لحضورتك. سعادة الدكتور طلال، إذا تكرمت يا سيدي. أولا أنا بدي أخاطب أبنائي اللي قاعدين ورا ومتخبيين. يا شباب أبنائي، أنا بدي أخاطبكم أنتم قبل كباري وأساتذتي. أنتم بالنسبة لي أنا سبب وجودي هو هنا، أنتم الشباب. اللي سمعتوا كلام حلو كتير عني، أنا متأسف أنه تنصدموا بعد ما تسمعوني أنه الكلام كان شيء لا أستحقه، بس معلش أنا حياتي كانت تشبه كتير حياتكم. ما حدا منكم مشي الصبح والمساء ساعتين، يعني 4 ساعات يومياً ليروح إلى أقرب مدرسة على رجلي في المطر، في الثلج، في الحر، في كل الظروف. وبالكندرة كان يغير نعلها 3 مرات. إحنا هون لما بتتعتق الكندرة بنغيرها. أنا لم أكن أبدل حذائي، كنت أبدل نعله لأنه يهتري من المشي. أنا بالنسبة لي هذا ما أتكلم عنه كان نعمة وفرحة وسعادة. عمري 79 سنة اليوم، عمر كله. يعني هذا الشهر كملت 79، دخلت في 80. يمكن أحد أسباب أني قادر أني أمشي وأكون معاكم ومثلكم هو أني مشيت 4 ساعات باليوم، وأني انحرمت من الأكل، وأني كنت عندما أذهب إلى المدرسة لأني ما عندي فلوس أشتري سندويشة، أخذ سندويشتي معي والتي هي عبارة عن خبز بقلبه زعتر أخضر نقطفه من الجبل، مش نشتريه، ونرش عليه ملح. هذا غدائي اليومي، سندويشة زعتر وملح. يمكن هذه كانت أحد أسباب نعمة صحتي. أنا لسه عامل فحص طبي، وكل الأطباء اللي عملت فيهم عدت زملائي بيعرفوا أنه عدت يومين كاملين في فحوصات كاملة سنوية، والحمد لله. الدكتور لما قلت له لازم تعطيني وصفة أي شيء، أصريت أنه ما بيصير يعني نعمل كل هالفحوصات وما أخذ دواء. طلع ورقة أو كتب لي عليها بنادول، لازم تدور عليها زعتر. بس بنادول. أنا أريد أن لو من هاللقاء هذا وأنا مرة أخرى أخاطب أبنائي، وبدي تسمعوني حبيباتي، لأني أنا في عمركم كونت نفسي بعمركم، مش لما أصبحت في سن الجامعة، في بداية حياتي. إذا واحد منكم بس واحد اليوم اقتنع بكلام طلال أبو غزالي، بكون أنا أسعد إنسان بالدنيا. لأنه ممكن واحد منكم أن يصبح مثل بيل غيتس أو مثل ستيف جوبز، أو بتواضع كبير مثل طلال أبو غزالي اللي لا يقارن بالكبار. أي واحد يقرر أني أنا أريد، وأنا هكذا بدت حياتي، أني أردت أن أقول للعالم أننا أحسن من عدونا الذي طردنا من بلدنا. هذا كان قراري. كيف؟ بأن أتفوق عليه، مش بأن أنقم ولا أن أحزن ولا أن أبكي. أريد أن أتفوق لأصبح أحسن منه، وأنا هكذا أريدكم. أريد أن تعتبروا أن إذا عندك معاناة حلها هو بأن تتفوق. ليس إنسان في الدنيا يستطيع أن يحقق نجاح إذا كان تعيس. ما في واحد بالدنيا نجح وهو حزين محبط تعيس. السعادة شرط، والسعادة قرار. أنت بتقرر أن تكون سعيد مهما كانت ظروفك. ثانيا الحب.
الكره والحقد والمعادات لا يحل المشكله. ما يحقق النجاح هو الحب، ان يحبك الناس. ولذلك انا اذا بخرج من هنا وانتم حبيتوني بكون هذا مكسب كبير لي. اريد ان احبكم وتحبوني، واريد ان يكون هذا الحب هو لكي نعمل سوا لشيء يخدم وطننا في ظل قيادة سيدي صاحب الجلالة المعظم، واللي كل ما نعمله هو بموجب توجيهاته وبموجب فضله علينا. يكفي أعطانا هذا البلد الآمن في هذه المنطقة كلها بليان، هذا بحكمة جلالة الملك. يكفي أن أعطانا في الظروف الاقتصادية الشحيحة في البلد، الموارد الشحيحة، أعطانا ما يمكن أن يعطيه. يقضي يومه وليله يدور على الدنيا ليجلب لنا الأموال اللي تساعد على مسيرة هذا الوطن. يعني جلالة الملك ما بروح يتنزه، بروح ليسعى لكيف ينقذ اقتصادنا. أنا كنت طرحت على سيدي صاحب الجلالة أنه إحنا نريد الحل البعيد، وأنا دائما أقول لأبنائي مرة ثانية مش هخليكم تناموا ولا واحد فيكم، هذا صحيكم. أنا طرحت مقارنة بين الأردن وفنلندا. الأردن وفنلندا نفس عدد السكان، نفس الشح في الموارد الطبيعية، بل إحنا أحسن من فنلندا. فنلندا 9 أشهر بالسنة فيها ما في شمس، مطر وثلج. إحنا ما شاء الله عندنا شمس، هي طاقة هائلة وثروة هائلة. الناتج القومي الأردني، اسمعوني منيح شباب، الناتج القومي الأردني 30 مليار دينار بالسنة، دولار، 30 مليار دولار في السنة لدولة مماثلة اسمها فنلندا. كما قلت الناتج القومي 180 مليار، 6 أضعاف دخل الفرد في فنلندا، 6 أضعاف الدخل الأردني. دخل الدولة أو الناتج القومي للدولة 6 أضعاف الناتج القومي الأردني. ليش؟ الفنلندي أحسن منك ومني؟ لا، رئيس الدولة أحسن من سيدنا؟ لا، سيدنا يتفوق على كل الرؤساء في علمه ومعرفته كما تفضلتم. فقط لأن فنلندا قد قررت أن تكون دولة معرفية، وأنا سعيد كثير اليوم لأنه كل الكلام اللي سمعته من أساتذتي على المنصة، سعادة المحافظ، سعادة المتصرف، وسعادة مدير الحفل ومنظم الحفل، أنا سعيد بالدكتور فرسات، أنا سعيد بأني سمعت كلام كله يركز على المعرفة. أنا بالنسبة إلي هذا هو الحل في الأردن. بدك تنهي البطالة، بدك تنهي التمييز ضد المرأة، وأنا مبارح كلفت أن أشكل بالمناسبة للسيدات، أشكل فريق لتمكين المرأة من ممارسة وأخذ حقوقها في المجتمع. مبارح كلفت بهذا المهمة وسننشئ فريق لهذا الموضوع. بدك تنتهي من كل الفقر، بدك تنتهي من المظاهرات والشكوى من ضيق ظروف العيش والبطالة، بدك تنتهي من العجز في الدولة، عجز الميزانية، تنتهي من الدين العام الذي يثقل الدولة. الدولة فيها الآن ديون تزداد، وزيادة الدين تعني زيادة خدمة الدين، أي فوائد تتراكم على الأجيال القادمة. الحل الوحيد هو أن يصبح كل إنسان كما سمعتم من أساتذتي، أن يصبح كل فرد بهذا المجتمع فرد معرفي، أن يصبح إنسان معرفي. الإنسان المعرفي ما بده شركة شغله، ما بده دولة توظفه، يبدع هو كما أبدع النموذج اللي تكلم عنه سعادة المحافظ، اللي هو اسمه يانكوم، وهو عامل أوكراني اخترع الواتساب، عامل في مطعم. ما لم تمولوا الدولة، سمعيني يا أولادي، كل المخترعين ولا واحد منهم ساعدته الدولة ولا شركة خاصة، كلهم، سواء ستيف جوبز، زوكربيرغ، سميهم كلهم، ولا واحد كان ممول أو برعاية الدولة. ف
في عصر المعرفة أنا أول ما دخلت قبل أن يولد أغلب من في القاعة تعرفت على الإنترنت. جاء مستشار رئيس جمهورية أمريكا وكنت وقتها على مجلس إدارة غرف التجارة الدولية في باريس وعرض لنا مشروع الإنترنت وحط على الشاشة صورة جهاز كمبيوتر. هذا الجهاز كان أمامه كيبورد وقاعد عم بيشتغل على الكيبورد كلب ومكتوب على الجهاز أن عظمة هذا الجهاز اللي اسمه النظام اللي اسمه الإنترنت أن الذي على الطرف الآخر لا يعرف أنني كلب. وقال الرجل أن هذا النظام الذي اسمه الإنترنت سيحقق الديمقراطية الكونية المساواة الكونية بين البشر ما لم يحققه أي دولة في الدنيا بما فيها أمريكا وأوروبا وغيرها. ما في مساواة كاملة، إنما في محيط الإنترنت في مساواة كاملة. عندما أنت تدخل هذا النظام أنت متساوي مع ابن ترامب ومع ابن ميركل وأي شخص في الدنيا في مساواة كاملة، لأنك أنت في الإنترنت رقم، أنت يور أن آي بي أدرس، ما لك اسم ولا حدا بيعرف مين أنت. فبالتالي إلا إذا أنت أعطيته اسمك وسميت حالك بأي اسم، وأنا ممكن أخذ آي بي أدرس وأسمي حالي حسين مصطفى الإبراهيم المحمودي، ما حدا بيقدر يطرد. فإذا هنالك مساواة كاملة في هذا النظام. هاي فرصة تاريخية لنا إحنا العرب. عندما انتخب أنا بحب أحكي حكايات لأنه الختيارية مثلي بيحبوا يحكوا قصص. عندما انتخبت أنا لأرأس في الأمم المتحدة فريق الأمم المتحدة لتقنيه المعلومات كان بعد شهرين من عدوان سبتمبر اللي دمر الورد تريد سنتر. وقفت يومها عندما انتخبت عضوا في هذا الفريق وفي مجلس إدارته ورئيسا له وطلبت من كوفي عنان أن أتكلم، وهو اجتماع فني مش اجتماع سياسي ما في خطط، بس ما قدرتش إلا أن أحكي. قلت أشكركم يا ممثلي الحكومات العالم كلها والمنظمات الدولية أنكم انتخبتوني رئيسا عليكم رغم علمكم بأنني فلسطيني أردني عربي مسلم. وما عملته الآن هو ما حصل في القاعة وبدأ به السفير الأمريكي ديفيد جروس صديق، بعدها تعرفنا وتعاوننا في وضع الخطة الاستراتيجية للعالم. يعني اللي انتم بتستعملوه الآن من كمبيوترات ومن موبايلات ومن أدوات اتصال كان نتاج الخطة التي وضعناها نحن. ضجت القاعة بالتصفيق لأني أرسلت رسالة بأن هذه الفئات كلها الأربعة تستطيع أن تحوز ثقتكم ورضاكم وتنتخبوها رئاسة عليكم. هذا اللي احنا بنيه. بعدها أنا ترأست فريق الأمم المتحدة لتقنيه المعلومات للتنمية مخصص لليون جيد يونايتد نيشنز جلوبال ألاينس فور آي سي تي فور ديفلوبمنت، كيف تستخدم تقنيه المعلومات للتنمية. وهذا المشروع ايضا وضع برامج كثيره في خصوصا في موضوع اللي تفضل فيه مدير الجلسه الدكتور خريسات عود المسعيد. انت خريسات مسعيد دكتور مسعيد سامحني ماشي يا سيدي دكتور مسعيد، بأننا نريد تعليم لغرض التنمية وتقنية معلومات لغرض التنمية. هنا أنا بدي أقدم بعض الاقتراحات حتى أكون يعني عملي وننتج عن شيء. أولا أنا بدي أحرف تقرير عن النقص اللي موجود في الكمبيوترات. وين مين معي هون؟ لؤي هون، طارق هون، لؤي لؤي الله يخليك، بدي تشوف اللي من المسؤول عن ما هو النقص الموجود في الكمبيوترات في مراكز المعرفة. وأنا متبرع بتجهيز الكمبيوترات لكافة هذه المراكز. هذا شيء يعني يسعدني، لأنه ما في شيء أسعد إلى قلبي من أن أرى شاب يصبح خبير تقنية معلومات، يصبح
مبدع في حقل المعرفة. تكلمتم عن المعلومات سيدي، والمعلومات كما يقول الأمريكيون information is power، بدون المعلومات لا تستطيع أن تملك أي قوة. المعلومات حتى لو كنت عندك كل قوة الدنيا، إذا معلوماتك غلط تسيء استعمال قوتك، فلذلك المعلومات كثير مهمة. ولذلك هذا المشروع الذي تتكلم عنه اللي هو بنك المعلومات، قاعدة المعرفية، نعم القاعدة المعرفية، أيضا نريد أن مين اللي عم بيسجل، الزميلات عم بتسجلوا، بدي كمان كيف نستطيع أن ندعم هذا المشروع. بهمني أيضا أن أتكلم عن التنمية في المنطقة. أنا تربطني علاقة حميمة مع الصندوق الهاشمي، وخصوصا مع ستي بسمة صاحبة السمو، علاقة طويلة من العمل المشترك ومن الصداقة اللي أفخر بها. ولكن نحن نحتاج من خلال هذا الصندوق وتحت مظلته ربما إلى مجلس إعمار أو مجلس تنمية. أنا اقتراحي حتى نمشي بآلية محددة وبأسلوب يمثل المنطقة، وأنا لا أتكلم عن مجلس حكومي، أنا مش حكومي ولا إلي صفة حكومية الحمد لله، أنا عاين لأن جلالة الملك كرمني وقرر أن يعطيني هذا الشرف الذي لا أستحقه، ولكن أنا مواطن، مواطن مثل كل المواطنين الموجودين هنا. أنا أرى أنه تشكيل مجلس من البلد، سميها لجنة أو مجلس أو هيئة أو شو ما قررت، من أهل المنطقة، ولا أتكلم عن مجلس حكومي، ولكن هذا المجلس يعمل منعطيه مثلا، لازم نعطيه مظلة، فيمكن أن يكون الصندوق الهاشمي هو المظلة لتنمية البادية. تنمية البادية طبعا. آه. في صندوق الهاشمي القوة البشرية. لا أنا بحكي عن تنمية الشريف زين، سيادة الشريف زين على رأسه. نعم أنا بحكي عن تنمية البادية، أن يكون هنالك مجلس من أهل البادية، مش من الحكومة ولا من الوزارات ولا من عمان، يكون من أهل البادية اللي يدرسوا ويقدموا. أنا ما بيجوز إنك تقول أنا مش ماخذ حقي، هذا حق. إحنا لما بنقول إنه، وأنا عجبني الكلام بأنه إحنا مش قضية مش عطف، هذا حق أن تنمى هذه المنطقة، ولكن عليك الدور أن تبادر، مش نستنى فقط ننتقد ونقول محرومين. لا، إذا أنت عندك رأي، عندك اقتراح، يجب أن تقدمه بشكل مدروس. فإذا وجد مجلس من هالنوع ويمثل ضمير البادية، يمثل كل كفاءاتها من كبار العشائر، من الفعاليات النواب، من الجهات الاقتصادية، من المعلمين فاعلين الخير، يعني مجلس يمثل حتى كل اللي بنسميها ستيك هولدرز، كل اصحاب المصلحه. في التعبير العربي مع الاسف مش كثير منيح، بس ما فيش، مش ملاقي كلمه احسن من ستيك هولدرز، يعني اصحاب الاهتمام المعنيين بالأمر. المعنيين من كل المعنيين في المنطقه مجلس يشكل، ونستطيع احنا ان نتعامل معه ونحكي باسمه وندعمه بكل ما يلزم، من خلال ايضا لجنه الباديه في ملتقى طلال ابو غزاله المحلي. اللجنة الثانية أكيد سمعتني فيها، اللجنة بتحكي عنها. نعم في عندنا احنا لجنة التنمية، في لجنة تنمية البادية في الملتقى، لجنة جديدة تشكلت حديثا جدا، وهي في بداية جاءت وكانت بمبادرة من أهل البادية. يعني هنا نقول كيف إنه الشيء يتحقق إذا أنت أخذت المبادرة ولم تنتظر إنه يجيك الشتاء لحاله يشتي عليك. هناك مجموعة خيرة من أهل البادية، وإن كانوا لا يمثلوا الجميع، وإن كانوا ليسوا هم الأفضل، يعني مش شرط، بس إنما في مجموعة جاءوني وقالوا بدنا لجنة في الملتقى للتنمية البادية، وكان الأستاذ خريسات عودة المسعيد، سيدي خريسات سعيد سامحوني، أنا لما واحد يوصل لعمري سامحوني الأخ المساعيد، انا كنت في الكويت مده طويله، مع انه اهل المساعيد ايضا عائله كويتيه معروفه بالمساعيد. فالاستاذ الدكتور المساعيد
ومجموعة طيبة من زملائه طلبوا أنه نشكل هذا الفريق، وأنا التقطت الموضوع فورا وكنت سعيد. هلا الآن أنا بدي هذا الموضوع يتحول إلى، بالإضافة إلى وجود اللجنة، بدي أنا تنشئ هذه اللجنة مجلس محلي من كبار القيادات هذه اللجنة في الملتقى. أنا ما بدي أنا أكون على الوصي عليك، بديك أنت تكون الوصي علي. بدي لجنة هنا من أهل البلد وهنا وتحت رعاية المنطقة البادية، ونحن في اللجنة ندعمها بالفكر والمعلومات. يعني لجنتنا في الملتقى تدعم هذا المجلس، بس بدي مجلس يقدم له هذا المجلس، مش رح يقعد يشتغل مثلك كعضو في لجنة الملتقى، تقدم له أنت اقتراحات وتصدر منه كجهة تمثل ضمير البادية. فبالتالي يعني يصبح هنالك جهة تهتم بهذا الموضوع مباشرة. احنا بالنسبة للموضوع الأهم عندي أنا أن يكون التركيز، وصدقني صدقوني أبنائي شباب بأصحيكم، انتوا لو ما كلين سندويش زعتر زيي كان هلا بتكونوا مولعين. بدي اذكركم بانه انا مطلوب ان يتحول كل انسان وانسانة سيدي الى ان يصبح منتج معرفة. عندما تصبح انت منتج معرفة انت مش محتاج حتى يوظفك، برجع بكرر، ولا محتاج دولة تساعدك. كيف؟ سهل جدا، كثير سهل. وانا هاي نموذج انا قدامك، ولا واحد منكم يستطيع ان يدعي انه قعد هو تلميذ يحمل على ظهره صندوق البوصه الايس كريم ويدور في الشوارع بين الصفوف ويبيع ايس كريم. ما واحد منكم بيقدر يدعي انه كان ينزل على سوق الخضره الحسبه الساعه 5 الصبح قبل ما يروح على المدرسه حتى يكتب أوراق بين اللي كانوا يأتوا أصحاب المزارع بالفواكه والخضار ويبيعوها للبقالة. فأنا كان شغلتي أشوف كم صندوق بندورة، كم صندوق تفاح، قديش سعر الصندوق، ضرب كذا، أكتب ورقة مكتوب عليها هاي، يروح بموجبها يدفع أو يقبض. 5 الصبح 7 أكون في الصف في مدرستي، ما حدا يعني ما بدي حدا يقول إنه أنا ظروفي، ما في ظروف تمنعك من أن تبدع. وبرجع بقول لو من كل هالاجتماع وأنا هم الشباب واحد بس بقول أنا بدي أتفوق على طلال، بديش يا سيدي أتفوق على بيل جيتس، بدي واحد يقول أنا بدي أكون أحسن من طلال أبو غزالي بالأردن. حط مثل ما أنا كنت حاطط براسي طموح وإني أنا بدي أوصل وأصير أحسن من عبوه، أنت تقول أنا بدي أصير أحسن من طلال أبو غزالي مثلا، أو بدي أصير أحسن من فلان بالمحبة، بالشعور بالسعادة. سعادة، لا تقبل، لا تخلي الحزن ولا اليأس يدخل قلبك أبدا مهما كانت ظروفك، وبقرار أنك تريد أن تبدع وتتفوق تستطيع أن تحقق النجاح اللي بدك إياه. أولادي الله يخليكم، والله ما بحكي عن هبل، والله إني عندما أتكلم في المنظمات الدولية والعالمية أغير فكر، غيرت فكر الدنيا في المنظمة العالمية للتجارة، في مؤتمر في اللجنة العليا للمحاسبة للتعليم، كان لي دور في خلق أفكار وتيارات ومبادئ جديدة في على مستوى العالم. اسمعني واحد منكم، ما بديكم كلكم، بس واحد من البادية يبرز ويرفع راسي ويقول يوم من الأيام أنا طلال أبو غزالي قال لي بديك تكون أحسن مني. بلاقي واحد فيكم؟ كلهم. في واحد؟ كلهم إن شاء الله. أي 4 5 6 برافو عليك، 6 7 8 لا 10 11 هذا اللي أريد. والله والله أنكم تستحقوا ذلك وتستطيعوا ذلك، مش بس تستحق، تستطيع. أنا عملت، خلينا أعطيكم مثال. أنا ما بتكلم عني بهالكرم والخلق أساتذتي لما يقدموني. أنا أنشأت شركة اسمها طلال أبو غزالي للمكيف الفكرية، بالمناسبة أحد زبايننا في هاي الشركة دونالد ترامب.
احنا بنسجل له علاماته بالعالم مثلا. ما كان هذا موضوع لما كان قبل ان يصير رئيس جمهوريه، هلا ما بعرف شو بده يعمل. المهم انشات هذه الشركه وكان طموحي ان تصبح الاولى في العالم، واصبحت في العالم مش بالمنطقه. احنا اكبر واهم شركه في الملكيه الفكريه في الدنيا، في الدنيا. كيف؟ لان استعملنا تقنيه المعلومات في شغلنا، وهو ما لا يستعمله منافسينا. منافسينا كلهم شركات محاماة، مش شغلهم تقنية المعلومات. احنا قررنا انه بدنا نعمل شركة ملكية فكرية بتقنية المعلومات. فمنافسي بيضطر يبعث رسالة او فاكس او ايميل او تليفون، انا رابطه فورا وبطريقة مباشرة مع الحساب تبعه عندي، وانا نايم بالليل، مكاتبي نايمة بالليل، بدخل هو على الاكاونت تبعه وبشوف اي معلومه يريدها، واذا عنده انستراكشنز بتركها وانا نايم، بس بصحى الصبح بننفذها. استطعنا ان نتفوق بان نوفر على العميل ونعطي خدمه افضل لان استعملنا تقنيه المعلومات. السر في النجاح كما سمعتم من اساتذتي هو في ان نتحول الى مجتمع معرفي. وخلينا نثبت لعمان انه البادية ستقود عمان في التحول المعرفي. شكرا جزيلا. شكرا سعادتك، شكرا سعادتك على 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 الكلمات اللطيفة، الكلمات العلمية، على فكرك النير، على تبرعك السخي، وهذه ليس غريبة عليك يا سيدي عطوفة الدكتور طلال أبو غزالة. إذا سمحت لي عطوفة راهي اللقاء عطوفة الدكتور طلال، نفتح باب الحوار مع الإخوان، ولكن أذكركم إخواني وأخواتي بأننا الحوار حول المعرفة والتنمية. ما هي مقومات التنمية في البادية الأردنية؟ ما هي الموارد؟ وعلى رأسها المورد البشري والإنسان. رحمة الله عليه جلالة الملك حسين قال: الإنسان أغلى ما نملك. والإنسان هو محور التنمية، وهو محرك التنمية، وهو وسيلة التنمية. كيف نسخر العقل الإنساني عن طريق المعرفة في الاستثمار في الموارد الطبيعية؟ هذا هو دور اللجنة، وهذا هو أملها، بأن نأخذ منكم أفكار وأراء ومقترحات تثري وثيقة الرؤية التنموية التي سنقدمها خلال فترة وجيزة إلى ملتقى طلال أبو غزالة المعرفي. في يعني جملة عجبتني: الاقتصاد المعرفي. وهذه من 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 شعارات ملتقى طلال أبو غزالة. الاقتصاد المعرفي، كيف نستثمر في المعرفة؟ كيف الاقتصاد، كيف يعود؟ نتكلم عن 200 مليار، يتكلم سعادة الدكتور طلال عن 200 مليار في عام 2050. هذه المليارات هي استثمار شيء حاليا افتراضي، كيف نحوله إلى واقع؟ عندنا محاور الطاقة، عندنا الطاقة الأردن من 90,000 كيلومتر مربع، 90,000 كيلومتر مربع، سطوع الشمس تقريبا 300 يوم. في عندنا 8.5 مليار متر مكعب من المياه معدل، مياه متر مكعب من المياه تسقط على الأردن سنويا معدل. في عندنا موارد طبيعية هائلة، جميع أنواع الخامات فيه موجودة في البادية الأردنية، من فوسفات، من اسمنت، من صخور، من معادن. كل هذه الأمور، مراعي، تربة، كل هذه الأمور نود التركيز عليها كمرتكزات لخطة التنمية التي نحن بصددها. فكلمة أخيرة تكرمتوني قبل ما نفتح باب الحوار، إنه اللجنة تطوعية مثل ما حكيت، مفتوحة لمن يرغب، لمن يرغب بتقديم أفكار ومقترحات. نجتمع في عمان ليس لأنه عمان يعني عمان عزيزة علينا، ولكن لأنها منطقة وسط بين الجنوب والبادية الجنوبية والوسطى والشمالية. نجتمع، وقدم لنا كل الإمكانات سعادة الدكتور طلال أبو غزالة، من قاعات، من وسائل العرض، من كل وسائل الراحة. فاللجنة باب خلينا نقول التطوع، التطوع والعمل مفتوح لمن يرغب، والاتصال معي أو مع الإخوان في اللجنة مرحب فيكم. أتمنى أن يكون الحوار حول المعرفة والتنمية. ف...
في منطقة البادية الأردنية وفي الشمالية، لأنه راح يكون لقاء في البادية الوسطى والبادية، أنا لا أتكلم عفوا عن وسطى الجنوبية، نود أنه هذا المفهوم ما بدنا شمالي وجنوبي أوسط، ذبحتنا التقسيمات، نتكلم عن البادية الأردنية كبقعة جغرافية واحدة شمال جنوب وسط. فمن يرغب الحديث وعطوه في الرأي اللقاء، يعني إذا تكرمت يعني كمان تشرفنا في الحوار. تفضل دكتور سليمان المسعيد. نرحب بسعادة الأعين ونشكر جزيل الشكر على هذا الموقف لدعم أبناء البادية. بس عادتك احنا عندنا ملاحظة على الصندوق الهاشمي. الصندوق الهاشمي عليه ملاحظات كثيرة مع المنظمات الدولية، أكثر من 20 مليون من الصندوق الهاشمي مساعدات من المنظمات الدولية، ما في شيء على أرض الواقع موجود، وإحنا ضررنا من الصندوق الهاشمي. إن تعويضات البيئة من الأمم المتحدة 2005 صدرت بإضرار حول الخليج عام 1991، ولحد الآن ما أخذنا شيء من التعويضات. التعويضات راحت بين حان ومانا، بين الصندوق الهاشمي، بين المالية، بين العشائر، بين هذا، ما استفدنا أي شيء منها من مرة على الأرض الواقع، ما في شيء. والدكتور عود على الطلع بالأمور هذه، إحنا بدنا تنمية في المنطقة، تنمية للمنطقة، إحنا ما بدنا نشرك، يعني جهدك راح يهدر وروح حباء منثورا مع احترامي لجهدك. إحنا الصندوق الهاشمي إذا نكون شركاء معه ما لنا حصة ولا لنا نصيب من مرة، سووا لنا حفر بالبادية بالملايين ولا استفدنا أي شيء من مرة نهائي من مرة، في ناس متنفذة وكلها راحت لهم. الحفرة اللي تكلف 1000 دينار ولا 200 دينار حطوها بمليون و3 مليون، مبنى بالزرقاء كلف ما كلف 300,000 حطوها ب 9 مليون، على حساب مين؟ على حساب أبناء البادية؟ إحنا جهدك تشكر عليه، ولكن إحنا نطالب من سعادتك إنه يكون الجهد شخصي لك، وجهدك مشكور ومذكور على رؤوس الأشهاد، وهذه في ميزان حسناتك لأبناء البادية. أبناء البادية يعانون، يعني أنت، أنا بس أتمنى إنك تقوم بجولة ميدانية، أنا أتوقع لو تقوم جولة ميدانية يمكن الأغراض البيتك تجيب تحط لأبناء البادية اللي عايشين تحت خط الفقر. إحنا الحكومة تجلدنا مع أبناء عمان والزرقاء والأبد والمحافظات، جلالة الملك قال مناطق البادية من جيوب الفقر، وإحنا عملونا بالضرائب مثل أبناء عمان والزرقاء والأبد. إحنا المية 90% من أبناء من منطقة البادية تروح لعمان والأبد، إحنا كنا شركاء بالوطن، ولكن أي مصدر طبيعي موجود بأي دولة بالعالم كانت، الإنسان اللي عنده المصدر لا يمكن يحاسب. إحنا قاعدين ندفع ضريبة وندفع الجزية كمان للدرك اللي أبناء عمان سبحوا فيها هناك. الكهرباء ليش يأخذ منا ضريبة إحنا؟ طالما إن منطقة جيوب فقر ليش يأخذ منا ضريبة إحنا أبناء البادية؟ إحنا بس بدنا تصل للديوان الملكي والناس الخيرين اللي مثلك وشروات يسعون لعمل الخير. أنا أتوقع إنه لو أنت على اطلاع بالمنطقة هذه وشوف على أرض الواقع تقول أنا بدي كل ثروتي أحطها لأبناء البادية هذول اللي عايشين تحت الفقر. الناس تدرش الأرض وتلتحف السماء بيوت. أنا أعتب على الإعلام الأردني وأعتب على المسؤولين وعلى رأسهم عطوفة المحافظ اللي ما يوصل إحنا همنا للجهات المختصة. في ناس هان تحت خط الفقر عايشين بجحيم. إحنا الصحة كمان، الصحة، التعليم والصحة، يعني هذه إحنا نعاني منها كثير. وأنا أطلب منك طلب، أطلب منك طلب، إذا بدك عملك يكون خالص لوجه الله لا تشركنا بالصندوق الهاشمي. والدكتور عود على الاطلاع شو صار بس بالبادي من الصندوق الهاشمي. الله يعطيك العافية. تسلم يا خلاص. وصلت الرسالة، وصلت الملاحظات. شكرا. خليني أرد بس سمح لي. بس أنت تكرم سيدي، هو يعني الصندوق الهاشمي لتنمية البادية، لأنه في صندوقين بلاش ناخذ لا خليني أنا هلا نحن حتى نتجاوب مع توصيتك واقتراحك الكريم. احنا في عنا الان لجنة البادية في الملتقى طلال ابو غزال المعرفي، والدكتور المسعيد هو الممثل لها. هذه اللجنة اسمها لجنة البادية، احنا ممكن ان نحول اسمها ليصبح لجنة تنمية البادية، لجنة خطة اعداد تنمية البادية. بالضبط.
وممتاز لجنة تنمية خطة البادية، وأن تكون هذه هي يعني أنا طرحت الهاشمي كجهة مرجعية، إنما ما دام موجودة إن هذه اللجنة فإحنا أصحح نفسي ونستمر كما أنت. لجنة إعداد خطة تنمية البادية. نعم. فإذا أصبح طلبك منفذ ورغبتك مقبولة، والدكتور عودة المساعيد راح يعمم بطريقته على المنطقة البرنامج عمل هذه اللجنة، والذي اسمها كما تفضل سيكون لجنة خطة تنمية البادية، إعداد خطة تنمية البادية. تؤمر يا شيخ. دكتور الأستاذ الدكتور سالم العون، نائب رئيس جامعة البيت للاستثمار وخدمة المجتمع، سكان صبحة ابن البادية. السلام عليكم. شرف بالعمل مع وطنكم حاضر المفرق. صوت. شرف بالعمل مع وطنكم حاضر المفرق من أجل قضية اللي هي قاعدة معلومات، كان طموحنا اللي هي الموسوعة الرقمية. اللي أنا أكد على كلامك سعادة طلال أبو غزالة اللي هي قد تقود البادية الأردن، أنا من تجربتي الطويلة في العمل التنموي ما في عندنا معلومة 100% عن المناطق التنموية. خليني أربط ماضي أطلع عليكم، في عندنا بلد اسمه المنصورة غرب المفرق، وفي عدد المنصورة حوالي على الحدود السورية عملنا مدرسة ب2 مليون دينار ل12 طالب. هذه المعلومة اللي احنا بنتمنى كلجنة مع الزملاء ومع مبادرة طلال أبو غزالة ان نوفر هذه قاعة المعلومات اللي تكون امام الجميع ومنهم صانع القرار. فهذه القضية الاولى اللي بدي اتمنى انه تصل من 2005 وهذا الطموح موجود ومكتوب، فأتمنى أن تتوفر وقد تكون البادية مبادرة ومن ثم تنتقل إلى مستوى محافظة ومن ثم لمحافظة أخرى ومن ثم لمحافظة أخرى، وبالتالي يكون عندنا قاعدة بيانات موجودة على الإنترنت. المبادرة اللي أنا أشكر أيضا اليوم السخي مراكز المعرفة وهذه الأجهزة التي تم التبرع فيها اليوم، أتمنى أن تفعل في الدورات لخدمة المجتمع، لأنه إحنا مش كثر الكفاءات عندنا قضية، فكأجهزة موجودة ومراكز كبنية تحتية موجودة، لكن ينقصنا الدورات. فأعتقد الإخوان أبنائنا بحاجة إلى الدورات وتحديدا شهادات طلال أبو غزالة الذي نعتز ونفتخر به. أنا اسمح لي. القضية الأخرى والأخيرة وأسف على الإطارة، مشكلة البادية التنموية وهو تحدي للدولة الانتشار. فأتمنى على أصحاب القرار للمرة جزء الألف إنه يمنعونا وأنا أول واحد إنه ينشأ قرية، يعني أي واحد بيقرر بيروح لمنطقة صحراوية بيبعد عن البلد وبعد شوية بده مدرسة وبده مركز صحي وبده خدمات وبده بلدية. أتمنى الإعمار إنه نحاول نجمع الناس في منطقة، يعني إحنا عدد المراكز الصحية بالمحافظة عدد كبير جدا، إذا بنجمعها في مركزين أو ثلاثة، نجمع مدرستين، أعتقد الخطة مضروبة. ولا اليوم يوم استثنائي إنه يكون معنا ونكون بالملتقى لأطراف وزارة. شكرا عطوبتك. شكرا. ست مها الماضي. لا، بالنسبة للمواضيع السؤال لك دكتور. تفضل يا سيدي. سعيد. هل 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 نستطيع أن نجعل هذا البنك المعلومات أو قاعدة المعلومات من ضمن خطتكم؟ ولا نعمله مشروع مستقل؟ يا سيدي احنا المحور الخامس في الخطة، المحور الخامس في الخطة هو المكتبة الرقمية او محور المعلومات. ممتاز. كل شيء كل ممتاز. شيء كل شيء راح يصب في هذه. اذا هذه لبيناها. ثاني موضوع اتفضل وهو التدريب. احنا حتما هذه المراكز هي للتدريب، وعندما نعطيك اجهزة الكمبيوتر راح يكون فيها برامج محملة عليها مش فارغة، ووسائل التعليم حتى الرقمي. أنا بدي أركز على التعليم الرقمي. أنت مش محتاج لتأخذ شهادة من طلال أبو غزالة إنك تروح على صف وتقعد بالضبط.
تستطيع أن تعلم نفسك وتأخذ شهادة. فإحنا سنركز أصلاً الهدف من هذه الكمبيوترات هو التدريب. والنقطة الثالثة والأخيرة أكيد أن موضوع التجمعات اللي أثاره في مناطق سيكون ضمن بحثكم في اللجنة. يا سيدي إحنا من الأفكار اللي ناقشناها موضوع المدارس النموذجية. المدارس النموذجية وكيف نسخر المعرفة، يعني البنية التحتية تفضل فيها الأستاذ الدكتور سالم. مشكلتنا مش بالبنية التحتية، مشكلتنا بالمخرج، سواء بالمدارس سواء بالصحة. كيف نجهز المبنى وكيف نخرج المنتج كمان بالنهاية. فالأستاذ تعطي عنصر نسائي بس هو لأنه مسك المايك. أوكي، زمان الخوارج مدير محطات المعرفة في الأردن، ولا بد أن نوضح قليلاً إنه إحنا هاي المبادرة الملكية اللي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين في عام 2000، هي يوجد في المملكة 196 محطة معرفة منتشرة في البوادي وفي الأرياف. حظيت المفرق باهتمام ورعاية جلالة سيدنا، كانت أول محطة معرفة في الأردن هي في منطقة الصفاوي، وأطلق عليها محطة سمو الأمير حسين عبد الله. وحظيت المفرق تحديدا ب 21 محطة معرفة، والبادية تحديدا ب 14 محطة معرفة موجودة في المفرق. هذه المحطات هي يتم استضافتها من قبل مؤسسات مجتمع مدني، من الجمعيات، من البلديات، من الصندوق الدولي الهاشمي، ونعمل مع كافة القطاعات. قبل قليل تكلم الدكتور عن نقص الأجهزة. إذا كان يقصد محطات المعرفة التابعة لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، فجميع محطات المعرفة العاملة هي مجهزة تجهيز كامل. ولكن إن كان هناك محطات أخرى، أنا كما علمت أنه في المراكز الشبابية وفي الجمعيات من قبل سعادة العيد، نحن أيضا في محطات المعرفة نمد ونتكامل في عمل هذه المؤسسات من أجل خدمة المجتمع المحلي والمدني. هذا أتكلم كمدير محطات. أما كأبناء المفرق، وأنا تحديدا من أبناء المفرق، فأننا نطلب يعني بأن يكون هناك تمكين اقتصادي لأبناء المفرق، وخاصة لقطاع الشباب والمرأة. ولكن هذه المرة نريد أن تكون هناك مشاريع ابتكارية ريادية، ليس المقصود يعني من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد المعرفة وصولا للمجتمع المعرفة حتى نستطيع أن ننمي البادية والأرياف. وشكرا دكتور. شكرا. بس الرد على موضوع المعرفة، أنا أؤكد وأتدني على الكلام. أنا ما أتكلم عنه هو المحطات المعرفة الخاصة بمجموعة طلال أبو غزالي. أنا تعهدت لجلالة الملك بأن ننشئ 100 محطة معرفة في الأردن، صار عندنا الآن 160 محطة مش 100. وكلفنا الديوان الملكي العامر بأن ندير محطات الدولة الأخرى عدا عن محطات المعرفة اللي تتبع وزارة الاتصالات. فإحنا ندير الآن 350 محطة على مستوى المملكة، بما فيها وزارة الشباب، بما فيها الأمن العام، بما فيها القوات المسلحة، بما فيها المحافظات. محطات المعرفة التي هي رافد وشريك وزميل لمحطات المعرفة التابعة لوزارة الاتصالات. احنا ندير كل المحطات التي تتبع للدولة باستثناء محطات معرفة وزارة الاتصالات، لأنها مجهزة ومسؤوليتها تقع تحت مسؤولية وزارة الاتصالات. وكلامي كان فعلا محطات وزارة الشباب، محطات وزارة الأمن العام، محطات الداخلية، محطات عديد كثيرة جدا أخرى هي تبرعية وليست تابعة للوزارة. سيدي أنا ما قصدته، عفوا أنا ما قصدته، معلش أنا ما قصدته، إنه مع تقادم الزمن الأجهزة في محطات مغلقة تم إغلاقها. أول شيء الأجهزة يعني تتكلم 2000 وإحنا 2017، 17 سنة، يعني شيء طبيعي إنه الجهاز له عمر افتراضي، يعني كمان هذا يعني شيء طبيعي لتحديثه. شكرا لك يا سيدي، شكرا. تفضل يا ست مها. مها الماضي. مها سيطان الماضي، عضو مجلس أمناء لتنمية البادية، صاحبة أول مشروع مدرسة خاصة في البادية الشمالية الشرقية. أول شيء أنا بدي أشكر لحضور سعادة الدكتور طلال أبو غزالة. أنا أعتبره صراحة يوم عيد، فإحنا نتشرف في وجودك بيننا، مبسوطين جدا أنه أنت تحكي وإحنا نسمعك في البادية مش في أي مكان ثاني. فشاكرين جدا إلك، وأتمنى أنه يعني مستثمرين هالوطن، أعلام الوطن،
لمثل حضرتك رغم انه ما في مثلك في هذا الوطن. الله يخليك. اتمنى انه يلتفتوا لنا لفته بسيطه ويجوا يحضروا، يعني هذا شرف لنا كبير جدا انه احنا جالسين في جلسه وانت قاعد تتحدث ونسمع لك. وشكرا للمحافظ سعاده المحافظ الدكتور احمد الزعبي، وطبعا المتصرف النشيط دكتور مالك خرسات، واشكر دكتور عادل مسحان لإتاحة هذه الفرصه لنا جميعا بانه نتشرف نحضر في هذه الجلسه. تسلم يا سيدي. بدنا اول شيء اعذرونا احنا لما يجينا حدا الباديه شويه نزعجهم لانه بصعوبه نشوف حدا مهم يعني، وبصعوبه ناس يكون شايل همنا بهالشكل. طبعا اول شيء بدي احكي فيه، أول موضوع أنا حابة أحكي فيه موضوع الدورات، يعني أبنائنا الخريجين من الجامعات سواء كانوا في تخصصات لغة إنجليزية أو محاسبة، هذول طبعاً تقديرهم وضع طبيعي اللي يكون مش التقدير المطلوب، فحتى لما يتقدموا لوظائف صعب جداً الأغلب مقبول، فالسبب مش قلة فكر وقلة علم وقلة ما شاء الله في البادية فيها عقول نيرة ومتميزة، لكن ما عندهم امكانيات حتى ياخذوا دورات، في دورات مثلا في المحاسبه يعني اذكرها جي اس بي ومنها الشيخ طلال الماضي العقول النيره هذه. الله يبارك فيك، الله يسلمك، لطف منك. في بعض الدورات للمحاسبه اللي هي جي اس بي اي، الاي اس بي اي، السي ام اي، هاي الدورات تكلفتها 3000 و2000 دينار، من الصعب جدا لابن الباديه انه يستطيع انه ياخذها بجهده الشخصي او من جيبته الشخصي، فاتمنى انه هاي الدورات تدرج من ضمن محطات المعرفه. شغله ثانيه اللي هي الدورات اللي عن طريق البريتش كونسل، يعني ليش ما يكون في تعاون مع معهد البريتش كونسل يعمل على دورات في اللغه الانجليزيه في الباديه، وهي قاعدين نعاني منها، واثارها ظهرت على ابنائنا رفضوهم في المخيمات والمنظمات يشتغلوا بحجه اللغه. كم منظمه عندنا قاعده في المخيمات تشتغل وابناء الباديه ما حدا يشتغل منهم، ما معهم لغه. سيارات من عمان تيجي يوميا مش اقل من 20-25 سياره، كلها طلاب خريجين جامعات من اربد والزرقاء وعمان يجوا يشتغلوا، ابنائنا قاعدين متفرجين فقط لا غير، بس يحرقوا عجلات ويعترضوا ابنائنا على الطريق فقط، هاي شغلتهم. شغله ثانيه يعني حابه اتحدث فيها لو سمحوا لي انا اطلت شويه، بالنسبه للسيدات في المنطقه، يعني ما في اي متنفس للسيدات في المنطقه، ولا في اي مشاريع، ولا في اهتمام في سيداتنا في هذه المنطقه، حتى العاملات في المزارع حتى الاجر اللي قاعدين ياخذوه اجر بسيط، وما في جهه معينه متبنيه السيدات حتى انه تشرف على عملهم وين يشتغلوا وين يتوزعوا. نقطه اخيره بس اتحدث فيها، يمكن حكيت فيها مع مدير المنطقه التنمويه، وين القاعده؟ قاعده البيانات للعاطلين عن العمل في الباديه الشماليه الشرقيه. حتى المنطقة التنموية ما فيها من أبناء المنطقة يشتغلوا في حجة أنه أصحاب المصانع يجيبوا أولادهم يجيبوا قرايبهم، فما يقبلوا يشغلوا أبنائنا في المنطقة التنموية. شكرا. أولا باختصار باختصار شديد ستي، أولا فيما يخص التنوير عن الفرص والإمكانات في هذه المنطقة، سعادة المحافظ اللي قاعد بكل تواضع يستمع، أول موضوع بحثه هو كيف نقهر ونربط هذا الجزء المهم من الوطن بعمان وبالبقية الأردن إعلاميا، وأنا تعهدت بأنه يصير عندنا تمثيل وجهاز متصل بكاميرا التلفزيون تكون هنا لتنقل فعالياتكم ولتنقل آرائكم مع التلفزيون الأردني. هذه أنا متعهد فيها من الصباح بناء على طلب كريم من، يعني لأنه لما بيطلب مني بكرمني، أنا دائما اللي بيعمل شيء مش بأمل، هو شرف إنه واحد يقدر يلبي طلب كريم من هالنوع. بالنسبة للدورات إحنا فعلا كمان مناسبة اللي ذكرتي عن اللغة الإنجليزية، إحنا الأسبوع الماضي فقط أصبحنا الممثل الوحيد لتعليم اللغة الإنجليزية للجامعة كامبريدج، وحتى على منطقانا لما تيجي المره الجايه حتلاقي لوحه اننا المركز المعتمد لتعليم اللغه الانجليزيه. فهذه كمان بدي من الزملاء انه نشوف كيف نجد مركز في الباديه ربما عندك او في اي مكان اخر ليكون مركز لنشاطنا في موضوع التعليم اللغه الانجليزيه. احنا الان المعتمدين رسميا من حكومه بريطانيا لتعليم اللغه الانجليزيه،
بالإضافة إلى ذلك بهمني أن أقول لك أنه كل برامجنا التدريبية التي سألتي عنها وستكون موجودة في مراكز التدريب مراكز المعرفة التابعة لنا أو لإدارتنا. إحنا عندنا جزئين من المراكز كما قلت، مراكز نحن نملكها ونديرها ومراكز تابعة لجهات حكومية نحن فقط إدارتها نديرها فقط. فجميع هذه المراكز سيكون فيها هذه البرامج. الآن لأطلبه وكمان سجله الله يخليكم أنه نعمل أسعار خاصة مخفضة للبادية. وأما عن السيدات وهنا أخدم، أما عن السيدات أنا ما رحت على معان وألمني أنه الناس سمعت وشوشات أنه السيدات بمعان ما بدهم يشتغلوا ولا عندهم رغبة ولا حماس. أنشأت في معان مركز للأرشفة فيه عشرات السيدات مش واحدة، أظن آخر رقم 30 أو شيء من النوع 30 سيدة، كلهم سيدات مش ولا رجال، وكلهم عانيات وكلهم خريجات كمبيوتر ساينس ويديروا المكتب بكفاءة أعلى من الأردنيين الآخرين الشباب الموجودين في عمان والمناطق الأخرى. والله إني أفتخر بسيدات معان الذين اللواتي استطعنا أن يثبتوا أنهم كفاءة أحسن من الشباب أحسن مني. فما في شك أن القدرة عند المرأة موجودة وإحنا عندنا خبرة طويلة في هذا المجال. أنا عملت برنامج في المملكة العربية السعودية مع مؤسسة الأمير سلطان بن عبد العزيز لتعليم النساء فقط وللعمل في منازلهم. أيضا إحنا عاملين برنامج في فلسطين لكي كيف المرأة في منزلها تقوم بعمل إيرادي أي عمل وذلك من خلال الإنترنت. فأنا هنا أريد أيضا أن نحضر خطة من ضمن خطة برنامج التنمية محمد بيك أنه نطبق هذان البرامج النموذجين لإتاحة فرص عمل للسيدات تتخرج تقعد بالبيت من بيتها بتشتغل في كثير أشياء تعملها من بيتها وتأخذ عليها أجر وتكسب دخل لنفسها وللوطن. يعني اللي بيشتغل بيخدم وطنه، اللي بياخد أجر يضيف للناتج القومي. ما هو الناتج القومي؟ هو مجموع إيرادات الأفراد اللي في الوطن. يعني لما واحد بياخد أجر بكون خدم الوطن مش بس خدم نفسه. فإحنا لذلك يعني بدنا نفكر بكل الأساليب التي تخدم هذا الوطن العزيز علينا. بس سيدي إذا سمحت لي إذا تكرمت سعادتك، يعني هي موضوع تمكين المرأة وعندما تصبح لها قدرة على 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 الإنجاز وزيادة دخلها. احنا الموقع اللي احنا فيه هذا مدرسة مهنية من الرويشد حتى الحوشة، ما في عندنا الا هالمدرسة للبادية. هذه المدرسة بحاجة الى تعزيز. كيف نعزز البنية التحتية؟ كيف نعزز القوة البشرية حتى نمكنهم يكونوا هم كفؤين حتى يعملوا للإدارة التمكين المعرفي التمكين خلينا نقول مسؤول هون عن هذا المشروع التربية التربية مين تفضل مين المسؤول اول مدير التربية عطوفة مدير المدرسة التربية جنب. طيب سيدي اذا كان الله يخليك مع الاخوان بصير اعداد اقتراح لنعرضه على احدى الجهات التمويلية سواء من دولية او العربية كبرنامج خاص، لأنه إذا بدك تبدأ مش بالحكي بدنا نقدم دراسة معينة. اعمل لي شيء إن شاء الله ونتعاون فيه نتعاون مع بعض عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وشي أحب أرحب ضيوف الكرام ولا نطيل، يعني خلينا نخش بصلب الموضوع. أنا الأستاذ شلون مدرس لغة إنجليزية في هذه المدرسة. المدرسة المهنية مساحتها 100 دولم، 25% أو 25 درهم من هذه المساحة هي منطقة المبادئ. مدرسة فيها قسمين، قسم زراعي وقسم صناعي. قسم زراعي في إنتاج النبات والإنتاج الحيواني، وقسم الصناعي في الراديو والتلفزيون كبريت وتكييف والإنجار. فيها ما يقارب 250 طالب من جميع مناطق المحيطة بالبادية، في من المحيط في من المفرق، في من القادية، وقدم خدمات لأبناء البادية.
من فترة بالتعاون مع مدير المدرسة اللي هو المهندس صلاح العيسى والأستاذ محمود فرج من مركز إرادة كمان يعني قدموا لنا بعض الخدمات والدراسات لبعض المشاريع. حاولنا نطور في المدرسة بشيء ضمن المعقول. فرسمنا خطة تطويرية للمدرسة ضمن من 23 نقطة. ركزنا بالبداية على 4 نقاط رئيسية اللي هي وكانت بتوجيه من الدكتور سالم العون لمركز الدراسات والبحوث بمنطقة البادية اللي يكون مركزها بالمدرسة المهنية. الطاقة الشمسية ماشي ودعم المدرسة. يعني عملنا دراسة جذب اقتصادية لهذا المشروع وأنا شخصي مشيت بالموضوع تقريبا شهر ونص وأنا بس ماشي وراجع دوائر حكومية. صعبنا للأسف أنه لما تفاجأنا أنه متوسط الصرف الشهري للمدرسة ما يقارب 1100 دينار لأن المدرسة هاي 3 فاس فيها الأسر الصراعية والدليل والقصص هاي. عملنا دراسة الجدوى. عملنا كمان اجتماع مع صندوق الحشمة التنمية البادية والهيئة العربية للطاقة المتجددة والجماعة ما قصروا معنا ما شاء الله عليهم ودعمونا بس قيدونا بأنه لازم وزارة التربية والتعليم اتخاطب الصندوق الهاشمي. حاولنا نتواصل معهم على اساس انه كون في 3 ابراج اكتوازية بالصندوق الهاشمي وهي وحدنا يعني تقريبا 300 متر تكون واصل الصندوق الهاشمي على اساس انه يدعمنا بميه للبير المدرسه اللي سعته تقريبا 60 متر لدعم القسم الزراعي وانشاء زرع الاشجار والقسم الثاني. كمان ركزنا على مشروع ثالث اللي هو بناء جسر مشاع بين المدرسه وبين التربيه. المدرسه هاي مستقطبه لجميع الدورات التي تقام في ضمن وزاره التربيه والتعليم. لكن للاسف قيدنا وما زلنا مقيدين من وزاره التربيه والتعليم انه اي نشاط بدنا نقوم فيه لازم تخاطب وزاره التربيه والتعليم. بمشروع الطاقه بالذات ب 15/11/2015 رفعنا كتاب. ما اجانا شيء. بشهر 3/2016 رفعنا كتاب كمان ما جانا شيء. بشهر 8/2016 شو اللي انت بدك اياه؟ اسال سؤالك شو اللي بدك اياه؟ بده الخطه. احنا بس بدنا دعم أيوة. ماشي الخطه ومتابعه هذه المشاريع خلص وصلت حبيبي وصلت المهندس مدير المدرسه بس اللي تكرمت على عجله. تفضل. هي كانت نظره شموليه للطاقه الشمسيه شكرا وليس فقط مشروع للمدرسه. كنا نطمح انه نعمل طاقه شمسيه للمدرسه فيما بعد يدعمون الاهالي. نطالب من الوزاره فتح المايك التعليم الصناعي يدرس الطاقه المتجدده في المنطقه. كلنا نعلم ان الباديه وجهه للطاقه الشمسيه في الوقت الحاضر. نعم. وجميع الشركات تستثمر في البادية الشمالية بالطاقة الشمسية ومع الأسف جميع من يوظف ويعمل فيها هم من خارج أبناء البادية. وكون المدرسة المهنية الوحيدة في البادية نطمح أن نكون رياديين في تخريج أول دفعات طلاب في المملكة يستطيعون العمل في محطات الطاقة الشمسية. عندما أحضر أي طالب من منطقة البادية يوظف في البادية قد تكون تكلفة العمل أو على رب العمل لا تتجاوز من 500 إلى 800 أو 1000 دينار. بينما أنت عندما تحضر مهندس من عمان عدا أن تتكلف في مواصلاته وسكنه واستثماره وبعد ما يصبح صاحب خبرة يترك المنطقة ويعود إلى عمان. مهندس صلاح إذا تكرمت ترجمون لنا الحكي هذا على إشي ورقي معليش نقدمها أعطيني إياها يا علي. أعطينا المايك يا علي قدمها. بس في أختناك حكت بس آخر المهندس جنان احكي بالله يا مهندس. المهندس جنان أول مدربة بالآي تي في الصفاوي. مهندس جنان تقدم شوي لقدام إذا سمحت. احكي ارفع من احكي من عندك. مش سامع بان فيك مايكروفون. اعطيه. انا مش محتاجه ميكروفون لاني انا اردنيه صوتي قوي صوتي آه، اوكي كلنا صوتنا كويس. انا برحب فيكم. اركب سماعاتي. تعالي نقول عشان نسمع كل الناس. خلص ركبت سماعاتي. تعالي ايه بعدين رقي مجوزه في الصغار بسوي جماعه الرياض. السلام عليكم جميعا.
أنا تشرفت ضفتك بالعمل مع أساتذتي اللي هو الدكتور عودة نسحان، الدكتور سالم العون، دكتور ربا، الأستاذ سليمان. إحنا كنا أول محطة معرفة بالصفاوي. أنا يعني كلامك اليوم كان كتير مهم بالنسبة لي، لأنه أنا دا أشوف محورين. هلا جلالة سيدنا أول محطة معرفة بكل التحديات البادية إنه فتحها من الصفاوي، من منطقة نائية، منطقة بعيدة. أنا اشتغلت مع اليو أن دي بي وكانت إنه في تحدي كبير، كيف رح نقنع السيدات؟ كيف رح نقنع الناس إن المنطقة فيها فقر مدقع؟ إيش رح يعملون بهاي الدورات؟ حاولنا إحنا بالبداية بتدريبهم وربط المهارات بتنمية وتغيير نمط سلوكيات الحياة من أجل تحسين حياتهم. هلا أنا استوقفني شيء في كلامك إنه المعرفة اللي هي المعلومات information، وبدنا نكون منتجين. من معرفتي إنه أفضل استغلال للموارد الموجودة، الموارد المحلية. هلا إحنا عندنا مركز بحث وتطوير البادية كان يستقطب العقول الأجنبية والعقول المحلية، وعندهم العديد من الدراسات سواء بكل أعتقد بكل يعني بكل المحاور كل المحاور. أتمنى إنه هاي الدراسات أتوقع أكثرها يمكن بالإنجليزي إذا مثلاً تترجم، وزي ما حكيت يكون في عندنا بنك معلومات يعني reflected لهاي البنك حتى يكون available لكل الناس، لأنه بالبادية هلا بينقصنا المعرفة. يعني الدكتور هون يحكي عن وجود الطاقة، وجود أنا بالبادية 18 سنة، بس يمكن هذه المعلومات ما بعرفها، وغيري وزميلاتي ما بيعرفوها لأنه مشاغل الحياة وهاي الأشياء ما نعرف بالضبط إيش إحنا عنا. أتمنى لو كل المعلومات الموجودة في مركز بحث الدكتور البادية إذا في إشي بالإنجليزي يترجم يكون في موقع معين، أتمنى اللجنة هذه إنه تتبناها عشان إحنا وشبابنا يدخلوا على هذا الموقع يعرفوا شو عندنا، شو الأشياء، شو هي التجارب اللي أهلنا البدو قبل كانوا يتبعوها، اللي كانوا عايشين بسعادة، كانوا مغطين كل أمورهم. فأتمنى إنه هذا المعلومات يعني شكرا. أنا بدي أجاوبك. احكي بدون سماع، احكي. أنا بدي أجاوبك بس على النقطة هذه. أنا خليك. تفضل. جاوب عليهم الاثنين مشان نتكلم. راح. يعني على المنطقة كلها. وأهلا وسهلا. في البلد راح فيك. راح فيك والله. أهلا وسهلا. في البلد عندنا مشكلة إحنا. مشكلة اللغة الإنجليزية بالذات. تدريس في المدارس في البادية. طلابنا في البادية الأردنية المراحل الأولى والصفوف الأولى يواجهوا ضعف اللغة الإنجليزية. تأسيس. لما يروح بالتوجيه الكافر أكثر شيء الرسوب في عندنا في مادة اللغة الإنجليزية. يريد يكون هناك مركز في البادية يعلم أبنائنا اللغة الإنجليزية. أتمنى والله هذا اللي إحنا بديه. الله يعطيك العافية. حكينا فيها. حكينا فيها. بس على الدراسات أنت تكرمت حضورتك. على الدراسات أنا 5 سنوات مدير لبرنامج بحوث البادية من 2010 2015. سعادتك أنا كنت مدير لبرنامج بحوث البادية 5 سنوات. في عندنا كم هائل من الدراسات والأبحاث. هذه الأبحاث راح تأخذها اللجنة بعين الاعتبار. وبرنامج بحوث البادية يرعاه سمو الأمير حسن المفكر والعالم والمثقف والكبير. فما عندنا مشكلة مع أي مؤسسة سواء الصندوق الهاشمي أو الصندوق برنامج بحوث البادية. موضوع المياه يا أخوان، موضوع المياه يعني 400 متر تبعدنا عن بئرين أو 3 مياه في حوض المشاريع الاستثمارية بالمنطقة هاي. يا حبذا لو تم الاتفاق مع الصندوق الهاشمي لتزويد المدرسة، وهذا ممكن يكون يعني في عناية عطوفة المصرف. ظل في حديث هذا زمان واقف الأستاذ. آخر كلمة. بتكلم باسمي وباسم باقي الطلاب. احنا طلاب عنا طموح، عنا امكانيات، لكن ما عنا بنيه تحتيه. حسب المثال مختبر الحاسوب، عنا اجهزه الحاسوب قديمه وبعضها مش شغال.
وين راح يشوفوا سعادتك راح نشوف هسه لنا زياره عليه لنا زياره عليه غير متصله بالانترنت. يعني احنا مثلا لما استاذ الحاسب يطلب منا معلومه او يطلب منا اي نشاط يعني لازم احنا نستعين بالجوجل نستعين بالشبكه المعلوماتيه ما عندنا هاي الامكانيات لانه ما عندنا احنا انترنت هون بالمدرسه. يعني انا اطالب باسم باقي الطلاب انه نطالب بقاعه مجهزه بالحواسيب الحديثه ومتصله بالانترنت حتى ان نطور المعرفه عنا. شكرا حبيبي. عطوفه فيصل بيك السميران لانه صار له ساعه رافع ايده. خليني بس سمحت ارد على النقطه هذه. اتفضل يا سيدي. بدي انا ألبي الطلب مباشره وبدي نكلف لا انا بدي اكلف مركز إدارة مراكز المعرفة عندنا أن تنشئ هنا مركز معرفي أن تمده بالأثاث اللازم بالكمبيوترات اللازمة وبخط الإنترنت المجاني. وهذا تنحل وين الزميل اللي كان عم بحكي ابني طالب احنا مش بس حنحط لك انترنت احنا عنا انترنت خاص فينا مش من خلال المزودين خط نملكه احنا واسرع من الانترنت اللي بتستعمله الدولة والقطاع الخاص ونحطه في البادية لانه يمتاز بالسرعة المتفوقة ومجانا كرمال عينيك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا فيصل اسمينا المسعيد. نعم. بداية نرحب عطوفة المحافظ وصاحبه الكريم وخاصة ضيفنا الكريم اللي أنا أحد تلاميذه في تدقيق الحسابات القانونية. أنت زميلي. لا تلميذك يا سيدي. لا والله زميل عزيزي. نرحب فيك يا سيدي وبصماتك موجودة بحكم شغلنا اطلعنا على بعض المشاريع اللي نفذت في البادية وغير البادية. فأهلا وسهلا بكم في البادية ضيفا عزيز يا ميت مرحبا يا سيدي. الله يديمك. بدي أحكي في نقطة بسيطة اللي هي سياسة وزارة التربية والتعليم المحترمة. يعني من الفترة الأخيرة قامت وزارة التربية والتعليم بعدة سياسات جيدة وصحيح تستحق الاحترام، لكن للأسف تضرر أبناء البادية. تكاد نسبة نجاح الذكور في البادية تصل إلى الصفر المئوي، تكاد أن تصل في السنوات الأخيرة. هذا يشكل عبء على أبنائنا البادية. المتعلم لديه فرصة في المستقبل والوظيفة أو في أي سوق عمل أو أي مجال، ولكن الغير متعلم فرصه ضئيلة جدا. نتمنى على عطوفة الأستاذ وعطوفة الدكتور عودة المسعيد في هذا البرنامج اللي تشتغلوا فيه أن يكون فيه بديل لأبنائنا، خاصة اللي ما حلفوا من حظ التوجيهي. هذول عرضة، وأنتم تعلمون أن في منطقة حدودية ملتهبة، فهم عرضة للأفكار المتطرفة وعرضة للفقر والبطالة. فيا حبذا أن يكون أحد المشاريع اللي نشتغل عليها الفئة هذه مع عدم الإهمال باقي الفئات. وشكرا ونعيد الترحيب. سلام عليكم. وهذا أحد ما تفضلت. آخر ملاحظة لأختنا. آخر ملاحظة بس إذا تكرمت. هناك ما في واحد بدنا نكمل. ما تفضلت فيه هو أحد الأسباب اللي دعتني أن أكون هنا اليوم. أنا شاعر بالمشكلة وبالحساسية وحريص على أنه يكون لنا حل. وبالنسبة لسيدتي اللي حكت عن موضوع المركز تعليم اللغة، إحنا هذا المركز اللي رح ننشئه إن شاء الله سيكون أيضا مركز معتمد لتعليم اللغة الإنجليزية في نفس الوقت. هلا في موضوع التعليم التطبيقي، جلالة الملك يعطي هذا الموضوع أهمية كبيرة جدا ويحرص على أنه إحنا بدنا vocational training، مش كله أكاديمي، بدنا ناس يشتغلوا بالمهن والحرف. الحرفي في ألمانيا بياخذ أكثر من المهندس، أكثر من الدكتور. وهنا خبير سعادة نبيل التلهوني خبير في ألمانيا في كل المجالات. فبالنسبة لهذا الموضوع يعني ثقافة العلوم التطبيقية مهمة جدا. وأنا أعتقد أنه إذا كان أنا بحكي بدك يعني متابعة، أنا بعرف أن الصين مهتمة بتمويل أي مؤسسات تطبيقية،
فإحنا ممكن والصين عندها منحة كبيرة مقدمة لتكون موجهة رأساً لمشاريع مش من خلال يعني قنوات رسمية بس تحت رعاية الدولة، ولكن يتعاملوا مع المشروع مباشرة، يعني يمولوا المشروع مباشرة، فنعمل شيء بالنسبة لهنا كمركز. من حكينا قبل شوي عن إعادة تأهيل هذه المدرسة التطبيقية، أن نعدها كمشروع يقدم إلى الحكومة الصينية. إلى تفضلي الحكومة الصينية. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أحيي وأرحب بالضيف المجاهد المكافح اللي فعلا مثال للعمل. أبنائي الضيف مثال للعمل والكفاح، لأنه من خلال ما أتكلم هو من صغر تعلم العمل وليس ينتكل على الوظيفة ولا على الأكاديمي. استخدم المايك. استخدم المايك. إحنا بالنسبة للأكاديمي معبى ما شاء الله وجالسي ما في وظائف. أتمنى من الضيف الكريم المجاهد أنه يكون يدمج في محطات المعرفة كثيرة كمان، ولكن ما فيها برامج تنموية للشباب والشابات. ما في برامج تنموية للشباب والشابات، يعني حرف، بدنا حرف وعمل صحيح، والشباب إلهم يكون إلهم شهادات توازي الأكاديمي. حتى أنت تفضلت بكلمة جميلة وهي الحب، حتى يحب عمله ولا ينتقص من مستواه التعليمي إنه ما معه شهادة توازي الأكاديمية. يجب شكرا. أن يكون له شهادة توازي الأكاديمي حتى يحب ويبدع ولا يكون بمستوى أقل. شكرا. كمان أحب أن أكون من ناصحين صناع القرار وزارة التربية والتعليم أن تكون تعمل مهن، يعني كل واحد لما يحط مكانه. أنا الآن بدي أنشأ مصلحة وأجيب واحد يعني ما بيعرف يطبع، وبدي أقول له لا أنت هذي لازم تطبع، بس يعني أنا ما بعرف وأنا بحب الطباعة. فرضنا أنا بحب النجارة، علمني النجارة. طيب ليش أنت بس مركز علي لازم أعرف أدبي وأكاديمي؟ شكرا يا سيدي. تعليم التقنيات. شكرا شكرا. بده يختموا بشغله. حابين نسمع من الطلاب. طيب خليك قاعد بتروح عند سمير سمعني. لكن انا سمير سمعني مو احنا بنقول طالب صناعي بالمدرسه هاي تكييف تبريد. احنا بخلي تكييف تبريد كانه اي قسم اخر، كانه قاعدين بناخذ مواد نظريه لانه ما في ميزانيه للمدرسه في انها تجيب مواد نتعلم عليها على مستوى انه غاز الشح تبع الثلاجات. هذا تكييف التبريد كله متركز عليه، ما فيش عندنا المشاغل. وثاني شيء بالنسبه للمشاغل الثانيه، مثلا مشغل النجاره عشان الميزانيه، ما في ميزانيه بالمدرسه انه يجيبوا خشب عشان يتعلموا عليه. في اساتذه المشاغل نجاره بيشتروا احسابهم الشخصي خشب عشان يعلموا الطلاب. إذا سمحتوني يعني النظر اللي ضيق الوقت وضيفنا في عنده التزام، فإحنا نحترم الوقت كما هو احترم يعني هذه الجلسة الطيبة. وأنا بدي من خلالكم يعني كل موضوع انطرح هو عبارة بده جلسة خاصة، يعني مواضيع ذات معاني وذات دلالات كبيرة. وبعدين اللي يشتغل ويقدم خدمة للوطن بدون إعلام ذلك الذي يكابر. الإعلام الخدمة ليست ظهور على الشاشة وليست إذاعة وإشاعة خبر إنه المحافظ خدم. أول المتكلمين نعت المحافظ، قال إنه المحافظ ما قدم شيء، المحافظ خدم لكن يخدم بالصمت. هذه المحافظة أنا جزء منها، والمحافظة جزء من وطن، أنا معني أخدم الوطن بأمانة المسؤولية. أنا ما بشيع خدمة بقدمها للوطن، أنا بخدم بأمانة المسؤولية وكلنا معنيين. الخدمة متبادلة ما بين المواطن وما بين المسؤول، هذا كلنا لازم نعرف. وأنت لا تقف حتى يأتيك رقيب وقول لك اشتغل، لأنه في رقيب واحد عليك هو الله، هي المسؤولية راح تسأل عنها الوطنية. أنت مطلوب منك تخدم وطنك. أنا من خلالكم ومن خلال أبناء البادية جميعا ومن خلال أبناء المحافظة
بقدم كل الشكر والتقدير مثمنا قدوم العلامة والعلامة الأردنية، كما أو وصف نفسه في الأممية، الفلسطيني الأردني العروبي الدكتور طلال أبو غزالي، وبصحبه الكرام سعادة السفير السابق نبيل التلهوني وسعادة العين أبو نعمة حسن أبو نعمة على هذا الحضور الطيب واستماع لأبناء البادية. وأنا بدي أقتلكم أنه يعني قبيل حضورنا لهون كنا نتحدث في جلسة في مكتب المحافظ، ويمكن اللي تحدثنا فيه أنا بدي أشكر كمان يعني الدكتور مرة أخرى على ما يعني تفضل به، ما يعني ما يقدمه للمحافظة هو يقدمه للبادية لأنها محافظة المفرق. يعني أول حاجة إحنا تحدثنا في الطريق، لابد أنه نعرف جميعا، وهو تبنى هذا الموضوع طريق الصحراوي، طريق بغداد، طريق اللي نعاني كلنا منه، وأنا كان صوتي مع صوتكم. فإحنا يعني اليومين اللي مروا علينا من أصعب الأيام، يعني إحنا نواسي أهل المتوفيين من الأطفال، لأنه مش أطفال مساعيد، هذول أطفال الأردن، أطفال الوطن. وعالي وزير الداخلية تبنى الموضوع بإعادة إنشاء الطريق، وهذا الكتاب أنا هي هلا حملته الساعة 8 كان جايب لي معالي الوزير، أطلعت سعادة الضيف عليه، خذ يا أبو سلطان. هات في متابعة كان مباشرة من حكومتنا ومن معالي وزير الداخلية اللي تبنى الموضوع. بدنا نحكي إنه كمان يعني سعادة الدكتور طلبنا إنه يكون لأبناء المحافظة يستحقوا إنه يكون في عندهم مكتب إعلامي مباشرة، ما ننتظر كاميرا محمولة من إربد حتى تيجي لعندنا لهون وتصور على التلفزيون. وأمر حتى يعني ترفض بألفاظ، قال إذا لم تكن من الدولة ستكون على من جيب الخاص. كاميرا محمولة أبدا، مكتب إعلامي للمحافظة، وتحدث على تجهيز قاعة المحافظة اللي نلتقي بها جميعا، هذه محافظة الجميع. يعني إحنا في دار المحافظة اطلع عليها وطلع على تجهيزاتها، وأمر بتجهيز قاعة المحافظة اللي هي لأبناء البادية ولأبناء المفرق ولأبناء كل من على محافظة بعيش على هذه المحافظة، وأشياء كثيرة وعد فيها. وإحنا من خلالكم، من خلال أبناء المحافظة، نشكر الدكتور طلال على هذا الحس الوطني الصادق الوطني اللي يعبر على ابن الوطن اللي حريص يكون مع أبنائه. وبشكر صاحبه الكرام، وأنا الشكر لكم موصول، ونتجاوز عن كل الأشياء الصغيرة، لأنه الشيء الأكبر اللي هو الوطن، الوطن للجميع، الوطن الثوب اللي كلنا يغطينا، هذا الثوب الجميل من خلالكم احنا من خلالكم انا احنا بدنا نوصل رسالة باسم ابناء البادية وباسم ابناء المحافظة الى مولانا صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله، انه في عندنا من اعيانه الصادقين، من اعيانه القادرين على التواصل مع ابناء المجتمع المحلي، الصادقين بطرحهم، الصادقين بعطائهم، هؤلاء يستحقوا منا كل التقدير والتثمين. وبارك الله فيك سعادة الدكتور وبصحبك الكرام. شكرا جزيلا. شكرا يا سيدي. شكرا يا سيدي. شكرا يا سيدي. يعيش ثلاث كلمات معظم. يعيش ثلاث كلمات معظم. يعيش. أنا ختاما أريد أن أشكرك سعيد. مدير جلستنا القدير الدكتور المساعيد، وعلى ترتيبك وحسن استقبالك وعلى ما قمت به باللجنة أيضا في المنطقة، ونحن نفخر بأن نتعاون معك بكل الطرق. أنا أشكر الأخ الكبير المحافظ الذي أعرف ضميره وحبه كما أنت بالضبط، يعني أنا أطمئنك، لأنه لما كنا نتباحث كان يحكي بنفس الروح اللي أنت بتحكي فيها. هذا الرجل لا يتكلم عن نفسه، إنما يشعر كل اللي تشعر فيه ويحرص كل اللي تحرص فيه، وأنا أقول هذا الكلام صادقا لأنه كان في لقائنا بكل شفافية، وشعرت كأنك أنت تتكلم عندما تكلم، ومحبته إليك ومحبته لهذه المحافظة وهذه المنطقة كمحبتك بالضبط، صدقني.
وبالتالي انا فخور بان اكون في ضيافتك. خليك ابدا وان اكون في معيتك. احنا فخورين فيك. شكرا يا سيدي. شرف لي ان اكون في بين اهلك واخوانك. مرحب فيك باي وقت. وشكرا لعضوفه المحافظ للرعايه وعضوفه للمتصرف العزيز للاخوان اقول اسمه سعيد ولاصحاب السعاده المعذره يعني منكم انتم وانا اصحاب المقامات يعني اسفين لل السفير أبو نعمة والسفير التلهوني فأهلا وسهلا فيكم يا سيدي بين قريبكم وأهلكم وشكرا للحضور وإن شاء الله نلتقي على المحبة.